شاد مارني شوم شي حام كارزو ثام أدلو قام شو حالم شي حام مارن أمي فيما يسوع قريب من إريحام كان أعمى جالسا على قارعة الطريق يستعطي، ولما سمع صوت الجمع المجتاز طفق يسأل من هذا؟ قالوا له إن يسوع الناصري عابر، فصرخ قائلا يا يسوع ابن داود ارحمني. والذين كانوا سائرين أمام يسوع كانوا يزجرونه ليسكت، أما هو فكان يزداد صراخا يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن يقدم إليه، فلما قرب سأله قائلا له ماذا تريد أن أصنع لك؟ فقال يا رب أن أبصر. قال له يسوع أبصر، إيمانك خلصك. وفي الحال أبصر وصار يتبعه ويمجد الله، وجميع الشعب الذي رأى أعطى المجد لله. ولما دخل يسوع إريحا واجتاز فيها إذا برجل اسمه زكا كان غنياً ورئيساً عن العشارين، كان يحب أن يرى يسوع من هو، ولم يكن يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة، فأسرع وسبق يسوع وصعد إلى جميزة لينظره، لأنه كان مزمعاً أن يجتاز بها. فلما انتهى يسوع إلى ذلك الموضع رآه فقال له أسرع انزل يا زكا، فاليوم ينبغي لي أن أكون في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحاً. فلما رأى جميعهم ذلك طفقوا يتذمرون قائلين إنه دخل فحل عند رجل خاطئ. فوقف الزكى وقال ليسوع ها أنا ذا يا رب، أعطي المساكين نصف أموالي، وكل من غبنته في شيء أرد له الواحد أربعة أضعاف. فقال له يسوع اليوم صار الخلاص لهذا البيت، لأن هذا أيضاً ابن إبراهيم، لأن ابن البشر إنما جاء ليطلب ويخلص ما كان هالكاً. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Luke. As Jesus drew near to Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging. Hearing a multitude going by, he inquired what this meant. They told him, Jesus of Nazareth is passing by. He cried, Jesus, son of David, have mercy on me. Those who were in front rebuked him, telling him to be silent.
But he cried out all the more, "Son of David, have mercy on me." And Jesus stopped and commanded him to be brought to him. When he came near, he asked him, "What do you want me to do for you?" He said, "Lord, let me receive my sight." And Jesus said to him, "Receive your sight. Your faith has made you well." And he immediately received his sight and followed him, glorifying God, and all the people, when they saw it, gave praise to God. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا يسوع اريد اشوف هذا نوعا ما كان الدعاء مو بس الاعمى ولكن ايضا لزكا يا يسوع اريد اشوف طبعا الطلب الاول نو ماديا جسميا كان اعمى ولكن اكو شيء بعد اعمق لان المسيح قال ايمانك خلصت ومو بس هذا الشيء ولكنما الرجال شاف كتاب المقدس يذكر تبع المسيح ومشى وراه طبعا هاي كلمات رمزية أيضا الكاتب مرلوقة مرلوقة شاف المسيح لا يعرف المسيح شخصيا لا يوناني كان وثني أخذ الإيمان من يد مار بولس اللي أيضا ما كان مع المسيح بس نعرف عن مار لوقا أنه راح شاف بحث دور سأل فهاي القصة بعدها وتفاصيل مالتها قصتين موجودة في أذان في عقل في قلوب الناس ومار لوقا لما يكتب مو بس يكتب تاريخ ولكن يكتب تأمل هذا الأعمى هو إحنا يا يسوع أريد أشوف يمكن عندي مرض يمكن عندي فتشي اللي يحبسني قيدني وهذا القيد ببعد مادي جسمي وأيضا روحي ولكن المسيح شاف أبعد إنه فتح عين المادة العين لهذا الشخص حتى يفتح روحه حتى يفتح قلبه فإحنا أيضا نقول يا رب ما أعرف إيش دا يصير أريد أشوف ما أعرف ليش هالأشياء دا تصير بيا بس لازم نطلب أريد أشوف زكا أيضا عشار غني ولكن الغنى مالته ما شبعته قوى نفسه ولكن مفصول من المجتمع حقد عليه هو ايضا مجرم لانه العشارين اللي كانوا يهود كانوا يدورون وراء نفسهم وطبعا كان رئيسهم المسؤول مال هاي المنطقه مال ريحة فهذا العشار مجرم المجرمين نعرف من خلال التاريخ ما عندهم مانع اذا وحده ارمله ما تقدر تدفع شو اسمه التاكسات مالتها برا بالشارع ما عندهم مانع ياخذون البيت ياخذون الملك ياخذون كل شيء اكو احداث صارت بحيث اكو منهم انضربوا اكو منهم انقتلوا اكو منهم احتاجوا حماية من الرومان فإلى أي درجة هذولا محقودين ولكن هذا الشخص راد يشوف مو بس يشوف بعينه لأنه شوية قصير وكلهم قلي قدام وطبعا إذا يشوفوه ما راح يقول تفضل أستاذ أهلا وسهلا أستاذ إذا بيه مجال يضربوه فد عكسه بلكي يعني يدفعوه شوية طلعون شوية قهرهم بي لأنه أكو ظلم بالطريقة اللي كانوا يجمعون الفلوس
هو نفسه اعترف بهذا الشيء. وإذا ظلمت شخص بالنهاية قال أربع أضعاف أرجع له، بمعنى أنه اعترف هو ظالم ومجرم وشرط قتل، ولكن يمكن هواية ماتوا من وراء الظلم اللي هم يعني مشوها عليهم، بس راد يشوف. ماذا يقدر يشوف؟ ده يسمع، سامع أنه هذا يسوع، فشي صار بقلبه. ما نعرف شنو صار، ما نعرف شنو الأحداث اللي خلت رجال يصعد شجرة، ولكن ما قدر يتحمل. أول نظرة من باوع على يسوع شنو كانت؟ رجال فقير بسيط، ولكن دي يسوي عجيب. أول شيء شنو شعر؟ أني فلوسي أموالي بيوتي أملاكي ماذا تفرحني، بس ده باوع بي هذا الشخص أكو فتشي عجيب بي. والشيء بعد أكثر عجيب، يسوع شلون يعرفه لهذا الشخص؟ هاي بمدينة لا ما عنده علاقة بها يسوع، ده يزوره يمكن زايره مرة مرتين، وش معرفه منه رئيس العشارين من هو، ولكن يسوع يعرف لأنه شعر بالقلب. يسوع باوع عين بعين بي وسماه باسمه. يسوع دخل لهاي المدينة، يم منهم مفروض يروح؟ يم المؤمنين، يم اللي دي يجتهدون ودي يتعبون من أجل الإيمان ودي يحاولون يبشرون. المسيح اختار أتعس شخص حتى يدخل ببيته. المسيح ما يخاف. ولكن أكو شيء أيضا عجيب، لما قال الزكا أريد أدخل ببيتك، أريد أتغدى يمك، أريد أكل يمك، طبعا هذا فرح. هل دخل خلاص ببيته؟ حاليا لا، وكأنه مثل المسيح لما دخل بيت الفريسي اللي لا غسل رجله ولا باسه ولا تعرفون القصة، إلى أن جت هاي الإمرأة الخاطئة وذاك الفريسي يقول هذا إيش يسوي. فالمسيح يدخل بيوتنا، مو معناته هو ممجد، محتاجين إلى فتشي أعمق وأبعد. طبعا خطايا هذا الشخص وقعت على يسوع، لأنه هذول قاموا يتذمرون على منه؟ على زكا؟ نو. هذا شنو يتصور نفسه؟ هذا يدي يروح يم الخطأ، بمعنى أنه خطايانا هي أول شيء تضرب يسوع. يعني هسه مثلا أنا أتذكر أول زيارتي للعراق، أول ما صرت مطران ذاك الوقت، داعش ما كان داخل بسهل نينوى، ولكن صارت ضجة وأغلبية أهل قرقوش طلعوا وراحوا الأربيل، كنا إحنا بأربيل، رحنا شفنا يمكن تقريبا 6000 شخص قاعد على القاع، ماكو كهرباء، طبعا بس كهرباء اللي كان موجود، الضوء اللي كان موجود فقط كان من السيارات اللي إجت، كنا 5 مطارين السيارتين. شافونا وشافوا القلة، قالوا وين الله؟ وين الكنيسة؟ وين أمريكا؟ شنو دا يصير؟ هاي ليش هذا الشيء دا يصير؟ طبعا قاموا يتذمرون من جرحهم، بس بالنهاية على منو قاموا يتذمرون؟ هذا اللي ألم يسوي، هاي الخطيئة، خطيئة اللي أني أسويها، يمكن حتى إذا أسوي خطيئة بيني وبين نفسي والباب مسدود، بالنهاية راح تأذيكم، تأذي المسيح. فهسه حتى هالخطية تغفر، تذمرهم على يسوع، هذا منو؟ هذا شنو يتصور نفسه؟ هذا يحب الخطأ. يمكن قاموا ينغارون من هذا الشخص القبيح المجرم اليسوع اللي احنا دا نتابع، اللي احنا دا نريده دي يروح يمه. لا، هذا يسوع ما نريده، ما علينا من عنده،
بس الجواب من منو اجى؟ من يسوع؟ نو no. اجى اعتراف من زكا. زكا نوعا ما ترزى من اجل يسوع. يسوع اللي عزم نفسه وهو فرح انه يجيبه، يسوع ترزل من وراه. يمكن ما نعرف، يمكن زكا باوع بيسوع وقال اوكي اذا تريد تروح، ما تريد تجي لا تجي، ما يخالف، افتهم الوضع. نو يسوع مصر ان يجي يدخل بهذا البيت. وش ما يصير يخلي يصير. ذاك الوقت يمكن زكا لما شاف المسيح انه المسيح يريد يجي، ذاك الوقت قال انا اعتذر، اني مذنب، اعتذر قدام العالم. لوقا اللي ما كان موجود سمعها من خلال العالم اللي كان موجود، وبعدها بضميرهم بعقلهم بذاكرتهم. لا تنسون لوقا ما شاف، لكن القصة بعدها موجودة، الحدث بعدها موجود وبعدها عايش، وبعدهم الناس دي يحكون بيها. يا رب نص موالي للفقرة، مثل ما قلت اللي آني ظلمته 4 مرات 4 أضعاف أرجع له. وأعظم جملة إجت من فم المسيح، وأخيرا الخلاص إجا. المسيح دا يمشي ويا ما كان أكو خلاص، ولكن أكو مجال للخلاص. وأخيرا إجا الخلاص، لأن هذا أيضا ابن إبراهيم، بمعنى أنتو يا يهود يا أولاد إبراهيم لازم تقبلوه أيضا. وهذا هو دور الكنيسة. الخاطئ اللي ما نحبه، مو بس خاطئ ولكن الخاطئ اللي تعدى علينا، اللي عذبنا، اللي حكى علينا، اللي باق من عندنا، هذا الخاطئ إذا يتوب ويتوب من كل قلبه، إنه الكنيسة تقول هذا أيضا ابن إبراهيم، بمعنى أنه هذا أيضا ابن الإيمان، وعلينا أنه نرجعه، وعلينا أيضا نقبله. هذا الشيء العظيم بيسوع، فشيء إلهي. وإحنا يمكن نتصور نفسنا إحنا، يمكن إحنا مو زكا، ولكن مرات نتذمر على يسوع على الله. ليش يا رب؟ ليش الزقي الزنقين دي أكثر دي يصير زنقين، المجرم أو الخاطئ أو البواق أكثر دي يعيش، وإحنا دا نتعذب، وإحنا بدا نقدر، وإحنا بدا نقاوم، وإحنا ما تفرق القضية. لكن علينا أيضا أنه نشوف يسوع، محبة يسوع هي الكلتنا. إذا إحنا خطأ كبار أو صغار، والله يطلب من عندنا أيضا أن نباوع على الخطأ بنظرة المسيح مو بنظرتنا، أنه نباوع عليهم ونقول يا رب ارحمهم، باركهم، اغفر لهم، سامحهم، نور عقولهم. هذا الشيء الله يريد، حتى مو بس هم يشوفون، بس احنا ايضا نشوف بعين المسيح. فاليوم نطلب من يسوع ونقول يا رب افتح عيني، يا رب ساعدني حتى اشوف، حتى مهما يكون الامر في كل وقت نقدر نسبح واقول ليمجد اسم يسوع إلى الأبد. آمين.